مرحبا بكم، أنت تشاهد الآن كورس خاص بقناتي الثانية. هذا الكورس غير متوفر على قناتي الأولى لأني سبق أن قمت بشرح 10 مستويات على قناتي الأولى من المستوى الأول وحتى المستوى العاشر، وعندما انتهيت من هذا الكورس اللي هو 10 مستويات قررت أن أعمل كورس خاص بقناتي الثانية، وأنت تشاهد الآن الكورس الخاص بقناتي الثانية والمستوى الأول. عندنا معلومات مهمة جدا، كيف تطلب وكيف تستأذن؟ الطلب هو الريكوست والاستئذان هو البيرميشن. لو قلنا انك انت تريد ان تطلب من شخص ان يعمل لك حاجة، هعطيك فورما او شكل معين تستخدمه دائما، كان يو ولا كود يو، يعني اي واحد منهم الاثنين. كان يو ضع الفعل، يعني مثلا ممكن تقول لواحد Can you open the window please؟ بالله ممكن تفتح الشباك؟ It's hot، الجو حار. أو could you close the door؟ It's cold، الجو بارد. Can you ولا could you؟ اختار واحدة منهم. لو قلت Can you open the window ولا could you open the window؟ كلهم صحيح. جميل؟ طيب أعطينا عليهم أمثلة. Could you listen to me؟ ممكن تستمع لي؟ ليش أنا مش مطلوب منك؟ هذا مثال. Could you listen to me? Could you listen to me? Could you do me a favor? Could you do me a favor? ممكن تعمل لي خدمة؟ Could you send this to إسماعيل؟ بالله ممكن ترسل هذه لإسماعيل؟ Could you؟ دحين بطلب منك request، هذا دحين. Could you? Can you send this to إسماعيل؟ Could you pass the salt to me please؟ ممكن تمرر لي وانت في الطاوله كذا، فتطلب بالله ممكن تمرر لي الملح لو سمحت، بس يعني مرر لي الملح. Could you can you pass the salt please or to me please. Can you lend me some money. Could you lend me، ممكن تقرضني تعيرني بعض المال. لكن من الجانب الاخر عندنا permission الاستئذان، انت بتستاذن، يعني تستاذن تريد منه الاذن انه يذن لك. Can I go out؟ ممكن أخرج الأستاذ. Excuse me. Can I go out؟ تستأذن منه أنه تشرب القهوة أنت في الفصل، وما بيشربوا قهوة في الفصل إلا في بعض إذا كان المدرس cool، فأنا بصراحة بخلي الطلاب يشربوا، أحب أنه أخلي جو كده صداقة مش رسمية. فيقول لك Excuse me. Can I drink water, coffee, Pepsi؟ Can I بس Can I؟ لا، في برضو ماي يعني. نفس ما هذيك فيها can you و could you، وهذه فيها can I may I. اوكي خلاص فهمتها. can I may I انا اطلب منك الاذن. could you can you اطلب منك طلب. ايوه هذه تستأذن وهذه تطلب. نرجع للاستئذان. may I ask you a question، ممكن اسألك سؤال. may I sit here، ممكن اجلس هنا. may I use your pen please، ممكن استخدم. may I borrow your notebook، ممكن استعير بالله دفترك لو سمحت الدفتر تبعك. may I can I، اختار لي عجبك. تتصل لشخص يرد عليك فلان. yes can I help you، شوف can I help you، استطيع اساعدك. هو بيطلب منك، تقول له بنفس الطريقة، هو طلب منك انه يعني انت بيستأذنك اقدر اساعدك، فانت بتستأذنه. yes May I speak to Mr. عبد الرحمن please؟ أو Can I speak to Mr. عبد الرحمن please؟ شوف خلاص الآن يعني العملية واضحة وأخلصها. بتطلب Could you؟ Could you؟ Can you؟ ثم ضع الفعل. بتستأذن تريد الإذن منه Can I؟ ضع الفعل. May I؟ ثم ضع الفعل. طيب أنا أطلب منك تدريب، أحب أتأكد أنك أنت فهمتني. كيف تقول واحد ممكن تنتظر؟ ممكن تنتظر دقيقة ولا ممكن تنتظرني؟ هذا طلب ولا استئذان يا جماعة؟ لا أنا بطلب منك، يا أنا بطلب منك. استأذنك على إيه؟ ما في شيء استئذان. أنا بطلب منك، أطلب منك تنتظرني. Can you wait a minute؟ Can you wait for me؟ Could you wait؟ هذا طلب. طيب ممكن تخبرني ليش؟ ممكن تخبرني طلب ولا استئذان؟ طلب ولا استئذان؟ طلب. Can you tell me why؟
Could you tell me why? ممكن يعني أغادر؟ ممكن أغادر؟ هذا طلب ولا لا استئذان تأخذ إذن منه. Can I leave? Can I leave? Can I leave? طيب ممكن أشوفها وأنت في المحل فحاب تشتري جوال ممكن أشوفه؟ إيش هذا طلب ولا استئذان؟ استئذان بتستأذن إنه يسمح لك تشوفه. فبتقول Can I see it? May I see it? أصبحت الصورة واضحة. عندنا الآن كلمة might. might تعني ربما أو من المحتمل. الجي اتش طبعا لا ينطق، لا تقول my jet، لا لا هي might، تجاهل وجود الجي اتش. طيب المايت تعني من المحتمل وربما، مثلها مثل أي فعل مساعد. كيف نستخدمه؟ نضع بعد الفاعل، الفاعل اللي هو I وهي وشي وإت يو ذي وي، ضع بعدهم might. I might، ثم ضع الفعل بعدهم مصدر. وسبق أن أخبرتكم أن المصدر هو الفعل الذي لا يكون فيه على أي إضافات، اللي هو أصل الفعل، لا يوجد فيه إس ولا أي نجي ولا إيدي ولا أي شيء. I might go، لا تقول I might going، ولا تقول I might visited، ولا تقول I might المهم فعل مصدر. I might go، أنا قد أذهب. To Paris، إلى باريس. Next month، الشهر القادم. She might، هي من المحتمل. Call me today، هي من المحتمل أو قد تتصل بي اليوم. عبد الرحمن might give me money next week، عبد الرحمن قد يعطيني المال الأسبوع القادم. واحد يقول لي طب هي بتستخدم بأي زمن؟ بتستخدم للآن، بتستخدم للمستقبل. تستخدم للمستقبل، يعني أنا تصدق أن كنت أتوقع أن ممكن أقول I will might، لا 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 لا، I will لوحدها و I might لوحدها. خذوا بالكم لا تدخلوا الأفعال المساعدة مع بعض، يعني ما فيش حاجة اسمها I will can، هذا خطأ. I will might هذا خطأ. I am can هذا خطأ. يا إما تقول I am، يا إما تقول I can، يا إما تقول I will، يا إما تقول I might. خذوا بالكم هي كل واحدة لها وظيفة. I am أنا أكون، I was أنا كنت، I have أنا عندي، I must أنا يجب، I will أنا سوف، I might أنا من المحتمل. يعني كل هذه الاحتمالية، هذه للوجوب، هذه ميزوا ميزوا. نعود للمايت. المايت بسيطة جدا. أنا أطلب منك أنت تدريب كذا بسيط سريع. كيف تقول أنا قد أنام الآن؟ يعني من المحتمل أني أنام الآن. كيف تقولها؟ I might go أو I might sleep، إيش الصح؟ أحسن. I might sleep now. طيب كيف تقول هي قد تذهب إلى الدكتور؟ هي مريضة، هي قد تذهب إلى الدكتور. هي مريضة، she is sick. هي قد تذهب إلى الدكتور أو من المحتمل أنها تذهب إلى الدكتور. She might go to the doctor. Yes, it goes. إحنا قلنا بعد المايت الفعل يأتي مصدر. وضحت المايت؟ طبعا النفي منها النيجاتيف. I might أنا قد أو من المحتمل. I might not طبعا not بس مثل الويل، يعني I will not، I am not، I was not، هي نفسهم. I might not visit you، I am busy، أنا قد لا أزورك، أنا مشغول. I might not visit you مثلا today، I am busy، أنا مشغول. حلو حلو. أنا أطلب منك تنفيها. هو قد لا يشتري المنزل، يعني من المحتمل أنه ما يشتري المنزل. أنا أكلمك من الآن، يعني he might هو من المحتمل، buy يشتري، might not buy قد لا يشتري. he might not buy the house هو قد لا يشتري المنزل. أعتقد الصورة أصبحت واضحة. من النقاط المهمة جدا إنك تعرف الأدجكتيفز الصفات وكيف تستخدمها، وكيف عندما تقرأها تعرف كيف تستخلص المعنى بشكل صحيح. طبعا الصفات احنا اخذنا مجموعة مثل tall, short, big, small, fat, thin, heavy, slim, handsome, وسيم, ugly, beautiful, ugly, قبيح ايضا, expensive, غالي, cheap, رخيص, far, بعيد, close, قريب, amazing, شيء رائع ومدهش، bad سيء، good جيد، أيضا bad سيء، pretty جميلة،
ugly قبيحة. polite مؤدب. impolite غير مؤدب. طيب ركزوا معي. هذه الصفات لما تيجي انت تستخدمها كيف تستخدمها؟ ركز معي. اما بعد الافعال المساعدة am, is, was, where, I am ضع صفة. I am handsome انا وسيم. I am smart انا ذكي. He is fool هو احمق. He is stupid حلو. او he was good هو كان جيد. They were هم كانوا rich اغنياء. حلو جميل. هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية الصفة بتستخدمها قبل الاسم. ايوه يعني احنا ممكن نقول he is smart او he is a smart student هو طالب ذكي. حلو؟ لا مش حلو يا استاذ. ركز معايا. هو مش حلو عند بعض الطلاب لانه عندهم في اللغة العربية الصفة احنا بنضعها بعد الموصوف. يعني نقول هو طالب ذكي. فنقول يعني المفروض هو متوقع في الانجليزية ان اسمعها he is student smart صح؟ عشان كده ما قلت مش حلو. فعشان كده انا بحب اوضح لك النقطه ليش انا عملت الفيديو هذا. هي از في الانجليزي الصفه تاتي قبل الموصوف. هي از ا سمارت ستودنت. ات از مش ا هاوس بيج منزل كبير. لا ا بيج هاوس. ا بيج هاوس. ات از ا بيج هاوس. ات از ا نايس كار. ات از ا نيو كار انها سياره جديده. ذي ار ها بريف بيبل هم ناس شجعان وليس people brave. بس هذه النقطة اللي حبيت أوضحها. وانت كذلك لما بتتكلم انجليزي وانت بتكتب وانت حتى بتقرأ حتى أثناء القراءة تجد انه الصفة قبل الموصوف فلا تخربطك الأمور. خلاص انت فاهم الموضوع فتستطيع ان تقرأ تسمع تتحدث وانت متقن لاستخدام الأدجكتيف الصفة في اللغة الإنجليزية. الآن هناخذ قطعة نحاول من خلالها نستفيد كيف انت تتعود كيف لما تقرأ الكلام باللغة الإنجليزية جمل القطع باللغة الإنجليزية كيف تقرأها كيف تفهمها وكيف إنك أنت أيضا تمارس الكلمات والقواعد اللي أخذناها مسبقا في الدروس السابقة. عندنا عنوان هذه القطعة My friend and I صديقي وأنا. يقول My friend and I are close friends صديقي وأنا أصدقاء مقربين. close صحيح إن معناتها يغلق ولكن تستخدم كصفة فنضعها قبل الأسماء فتصبح أصدقاء مقربين كصفة معناتها قريب أو مقرب. We like each other نحن نحب بعضنا البعض. Each other بعضهم البعض يلعبون مع بعض يحب بعضهم البعض هي each other. We like each other. We are from Turkey نحن من تركيا. We are from Turkey. We do everything together. We do everything together. نحن نعمل كل شيء together مع بعض. We play football together. نحن نلعب كرة القدم مع بعض. We go to school together. نحن نذهب إلى المدرسة مع بعض. My friend's name is Jeff. شوف ركزوا على هذه المعلومة. My friend's name is Jeff. اسم صديقي هو جيف وهذا يسمى اس التمليك. هذه اس التمليك تملك ما بعدها لما قبلها. واحد يقول عيد اس التمليك معروفة تأتي فوقها فاصلة ثم يأتي الاس وظيفتها تملك ما بعدها لما قبلها. يعني عليز فاضر أبو علي. عليز سيستر أخت علي. إيش اللي جت بعد الاس؟ أب وأخ ملكتهم لعلي هذه وظيفتها. فلما قال هو ماي فريند هذا صديقي ماي فريند زملكوا بالاس My friend's name اسم صديقي بيكون كذا. He's tall and thin هو طويل ونحيف. I am heavy and short أنا سمين وقصير. He has a cycle هو عنده دراجة. I have a motorbike أنا عندي a motorbike. He can swim هو يستطيع أن يسبح. I can't swim أنا لا أستطيع أن أسبح. I can draw. أنا أستطيع أن أرسم. We will study English together in London next year. نحن سندرس اللغة الإنجليزية مع بعض في لندن السنة القادمة. ماذا أريدك أن تركز عليه؟
من الأشياء اللي تجعل القراءة صعبة على بعض الطلاب، أول شيء أنت مش واضع في بالك أن اللغة الإنجليزية غير لغتك العربية. عند قراءتك لأي قطعة ركز أنه دائما هناك فاعل ثم فعل مفعول به. هذه الطريقة تسهل عليك أنك تقرأ بسرعة وتفهم سريع، مش يعني تقرأ ومش عارف أنت إيش اللي بتقرأ. سبب عدم فهمك لبعض كثير من الجمل أنك مش متوقع أنه هتقرأ الجملة بنسبة 90% في اللغة الإنجليزية، نسبة 90% من الجمل تبدأ بفاعل ثم فعل ثم مفعول به. يعني مثلا الجملة الأولى My friend and I، هذا هو الفاعل، الفعل are، المفعول به close friends. الجملة الثانية We، نحن، الفاعل like، نحب each other. شوفوا كيف جاء فاعل فعل مفعول به. We are from Japan، فاعل فعل مفعول به. We do، نحن نعمل everything together. ركز على كل الجمل هتشوفوا أنه تبدأ بفاعل ثم فعل ثم مفعول به. من الملاحظ أيضا أنك أنت الكلمات مثلا زي كلمة تركي، نفترض أنه التركي طبعا ركز أنه حرف كانت أول كابيتال. لو افترضنا أنه الحرف الأول كابيتال بس لدولة ثانية، يعني مش تركي، يعني سيول، ما تعرف إيش الكلمة، إيش معنى كلمة سيول. سيول مثلا اسم دولة، وهذا مفروض أنك تعرفه عن طريق الحرف الأول لما يكون كابيتال، لما يكون الحرف الأول كابيتال. كذا أنت أخذت في القراءة هذه كيف أنه الجملة تكون فعل فعل مفعول به. أخذنا جمل متنوعة، يعني فيها are وفيها can وفيها will يعني وفيها have. فركز على هذه القطع لأنها بتفيدك جدا وبتستفيد منها وبتمارس المعلومات السابقة. نجيب الآن على الواجب الخاص بالدرس السابق. تعالوا نأخذ واجب على المعلومات اللي درسناها اليوم وسنجيب عليها في بداية الدرس القادم. خليك معايا.